انت على ارض الواقع بتدينا يعني مواقف مميزه جدا في صالح ناديك. والله دي حقيقه فعلا، وده واضح حتى على لعيب الكوره. لعيب الكوره يعني انت صعب جدا ان انت تقنعه او يحبك، يعني هو ممكن يسمع كلامك، انما يوصل ان هو لدرجه انه يحب حد لعيب الكوره، انت عارف بيبقى ذكي فالحاله اللي احنا فيها دي في الحقيقه زي ما حضرتك تفضلت كده، هي فعلا نتيجه تناغم كبير جدا بين الاداره والجهاز الفني واللعيبه وان شاء الله ان شاء الله. احنا برضو عشان الناس برضو ما تبقاش فاهمه ان احنا طبعا عارفين ان التصدر في الدوري ده اكيد يعني في ماتشات كتيره متاجله بس احنا بنحاول ان احنا ان شاء الله السنه دي نبقى على الاقل في المربع الذهبي، يعني خطوه خطوه. انت بتلعب كل مباراه بظروفها. الله ينور عليك طبعا. الله ينور عليك طبعا. انا بس يعني ليا ممكن عتاب صغير اقوله على مين؟ لا مش عليك فضل. لا اتفضل يا فندم، يعني على اي حد الهوا مفتوح يعني لك. يعني يعني عايز اقول ايه، ان لما بيبقى في فرقه ماشيه وخاصه فرقه مثلا واعده شابه زي فرقه انبي، حتى لو في ماتشات بس في النهايه هو النادي نفسه عامل اللي عليه، يعني يعني مش عيب ان هو يبقى متقدم، او مش عيب الناس تتكلم على الموضوع ده بنوع شويه من ايه، من مش عايز اقول استهزاء بس نوع شويه ان هو ايه، لا يا جماعه ده هيتغير. لا لا ليه ما نخلي المنافسه تبقى حلوه وكبيره، واكيد طبعا اهلي وزمالك اكيد داخلين ومصري وكل الانديه الشعبيه، بس في النهايه كل ما الانديه اللي هي كويسه تنافس على المناطق المقدمه تاكد ان الدوري بتاعنا هيعلى وهيبقى في حته تانية، يعني ده في مصلحه الكره. معاك تماما يا كابتن محمد، وجهه نظر حضرتك طبعا وصلت من خلالنا، واكيد احنا بندعم دايما الافكار المميزه، بندعم الانديه اللي بتجتهد وبتادي اداء مميز جدا، لان ده نتاجه في صالح الكره المصريه. دي حقيقة، دي حقيقة والله كابتن محمد. وانت من الناس على فكرة، انا مش بقول كده عشان انت دلوقتي انا بكلمك، لا بأمانة انت من الناس اللي في الحاجات دي الحيادية بتبقى مهمة جدا يا كابتن محمد والله. طيب يعني هل الجهاز الحالي كابتن سيد ياسين ابن من ابناء إنبي مستمر، وانت انا عارف انكم بتدعموا الافكار دي وما عندكوش مشكلة انكم تدوا فرص كبيرة جدا وتدعموهم حتى الرمق الاخير؟ دي حقيقة، واحنا من اول يوم كابتن سيد ياسين قلنا كابتن ياسين المدير الفني لإنبي لنهاية الموسم ده على الأقل، يعني لأن احنا عايز أقول لك يعني حتى في وجود الكابتن تامر أما كان جه بجهازه وإحنا جبنا الكابتن سيد ياسين، إحنا واخدين القرار ده إن لأن إحنا عارفين إن الكابتن تامر إن شاء الله أما ربنا يكرمه ويبقى اسم كبير زي ما هو بقى اسم كبير دلوقتي ممكن هيمشي، فإحنا كنا عاملين حسابنا للنقطة دي، وسبحان الله إن إحنا عملنا حسابه لقيناه. وأديك شايف إحنا الحمد لله كابتن سيد ياسين في 3 مباريات يا كابتن محمد 7 بونت. ما شاء الله ما شاء الله، فالحمد لله رب محمد العالمين. اسمح لي بس اسالك سؤال مهم جدا. فضل. يعني نقدر نقول حالا عندما تتخذ الاداره قرار ايا كان هو القرار، هو القرار لمجلس الاداره، يعني زياد كان سبب خلاف بينكم وبين الكابتن تامر في وجهات نظر، مش هنقول خلاف شخصي، صحيح في وجهات صحيح نظر صحيح. وبالتالي صحيح. حضرتك والاستاذ ايمن الشرعي اصريتوا على وجهه نظر معينه، وبالتالي انتوا بتحصدوا نتاج ده، شايف ان ده صحيح. هو يعني الحل الامثل او الطريق المميز جدا، ان الاداره عندما تاخذ القرار بتبقى بتتحمل المسؤوليه كامله، وبالتالي عواقبها بتبقى على الاداره بس، ما بتبقاش على المدير الفني اللي مشي او على المدير الفني اللي قعد. بص يا كابتن محمد، ده مبدا انا شايف ان يمكن عشان الكره في مصر بعدت عنه شويه الدنيا اتلخبطت. هو دلوقتي الاداره مش هي اللي بتدير، هي أكيد. بتدير سواء مدير فني، أكيد. بتدير مدير كوره، بتدير فريق، بتدير، هي اللي عارفه، هي اللي بتحط اللي زي ما عندي في البرنامج زي في البرنامج عندي رئيس تحرير هو اللي بيوجهني، وعندي مخرج هو اللي بيدير تمام. العمل ده ما اقدرش على لا. فكره ده مش عيب، كل لا واحد طبعًا. فينا ليه دور طبعًا. كل واحد فينا ليه دور، لان طبعًا. الاداره هي اللي حاطه الاستراتيجيه من فوق، هي اللي باصه من فوق زبط. وده زبط. مش عيب، المدير الفني ليه كل حقوقه في الملعب، يعني ما ينفعش اداره تيجي تقول للمدير الفني لاعب ده وما تلعبش ده، ما ينفعش، انما تقول له ايه احنا هنمشي ده او هنجيب ده. بصراحه بامانه برضو بختم معاك بكلام ايمن الشراعي المحترم، انه دايما راجل عنده فلسفه في بعض وجهات النظر بالنسبه لبعض اللاعبين اللي دايما دار عنهم اقاويل عن انتقال للاهلي، انتقال للزد، انتقال للزمالك، انتقال للبيراميدز، الراجل كان عنده هدف. انا عندي بعض اللاعبين زي محمد حمدي وبعض اللاعبين اللي انت حضرتك لو تفتكر قلت لي اساميهم واتفرج عليهم وبفكرك بيهم، ان انت متجه اتجاه اخر، هو الاتجاه الاحترافي الخارجي، وبالتالي مردوده على النادي كصناعه، وانتوا عندكم بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج قطاع مميز جدا، اعتقد ده بيديكم باور جامد جدا في صناعه نجوم كره القدم.
دي حقيقة كابتن محمد، واحنا الحمد لله رب العالمين اللعيبة طول الوقت اللعيبة قطاع الناشئين اللي احنا بنحاول نطلعها للأندية هي دي استراتيجية النادي. أنا بحاول طول الوقت أصدر لعيبة سواء لمنتخب مصر سواء لجميع أندية مصر. إن شاء الله احتراف خارجي الفترة اللي جاية هيبقى فيه إن شاء الله في لعيبة هتخرج من عندنا إن شاء الله. يعني دي حاجة أنا شايفها إن حاجة كويسة، وده اللي شوية يمكن يعني إحنا عشان ما عندناش ضغط شوية كابتن محمد جماهيري زي ما أنت عارف، فدي مديانا أريحية شوية وإن إحنا كإدارة نقدر نوجه الموضوع زي ما إحنا ماشيين. وأنا شايف إن دي أنسب حاجة النادي إنبي إن هو يطلع لعيبة يفضل في مربع ذهبي، أعتقد ده صناعة كويسة، أعتقد إن إحنا ماشيين بخطوة ثابتة في الحتة دي. من ضمن برضو الصناعة إنك أعرت واحد بحجم ونجومية طبعا زياد كمال المعار زياد كمال المعار لنادي الزمالك، هو مصاب حالا، أكيد أنت بتتابعه لأنه ابنك هو طبعا معار. طبعا على فكرة كنت معاه من يومين وكده وإن شاء الله هيرجع. طمن عليه. يعني لا هو بص ان شاء الله عشان بس برضه قلت لها شويه كلام ان هو اصاباته كتير، الكلام ده مش حقيقه طبعا، بس انت عارف عشان نادي الزمالك واكيد السبوت موجود دلوقتي عليه وعايزين يشوفوه. لا زياد كمال من اللعيبه اللي هتبقى ليها اسم في نادي الزمالك، والكلام ده على مسؤوليتي لانه لعيب مميز جدا 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 ان شاء الله، يعني هيفرق كتير مع نادي الزمالك. كيف ترى المستقبل بالنسبه لامبي في المباراه القادمه؟ متصدر ما اختلفناش، لكن المباراه جايه كله يعني ورا بعضه بشكل ورا بعض عندنا يوم 3 يعني. الاتحاد السكندري والمفروض بعدها بقى المفروض بعدها يوم 15 الاهلي وبعد كده فاركو، ده بالنسبه للدور الاولاني عندنا. بس زي ما انت عارف المكسب يا كابتن بيجيب مكسب، ودلوقتي حتى لو لسه في برضه ماتشات متاجله بس انت اول دوري فدي ومباراه الدور الاول خلي بالك بتديك يعني حاجه افضليه لو حصل ان انت طبعا. فالطموح اعتقد وصل للعيبه بشكل كويس عندنا، وده مدينا ان شاء الله هتدينا نقطه ايجابيه الفتره اللي جايه ان شاء الله. كابتن محمد اسماعيل مدير الكره بنادي إنبي بشكرك شكرا جزيلا.